متفرج، شنو الأول ارتسامات كنت تسلم أول نسخة من الكتاب؟ يا سيدي جهود أرضي قدامي، ولكن تم الإنجاز ديالو بمساعدة السي مستر كردي المدير ديال المركز الثقافي للكتاب، وإن شاء الله غادي يلقى الانتشار الواسع من طرف المغاربة والعرب أيضا. هي المشروع بحد ذاته هو ديال السي محمد الطوسيراج، ما نناقشوش حنا كدار نشر. اكيد المشروع اخذ تقريبا سنتين، من شهر ابريل 2019 الى شهر فبراير 2021 عاد صدر. مجهود جبار الاستاذ الضو، مجهود جبار، حيث تم تصحيحه عشرات المرات من قبله، وكان تيجي ويجلس عندنا هنا لساعات في المكتب ويصحح ويعاود يصحح ونغيره ونعاودو نغيره ونعاودو ندرجو التصحيحات اللي دارها ونعاودو، يعني سنتين وحنا في هذا المشروع، واني الحمد لله. المهم هي النتيجة، النتيجة الكتاب صدر في أجمل حلة، في إخراج رائع، المحتوى ديالو لا يناقش. هو الفكرة ديال هذه الكتب اللي من هذا النوع هي فكرة جديدة بالنسبة للمغرب، لم تكن أصلا موجودة، أن الشخصيات السياسية تكتب أو يكتب عنها. سي محمد بوستة هذا الجيل الصاعد، قليل عدد الشباب اللي غتقول لهم محمد ستة وسيتفاعل ولا يقول لك هو فلان ولا هو فلان ولا هو فلان. تقريبا هاد الناس هادو تنساو من تاريخ المغرب المعاصر. بصدور مثل هذا الكتاب يعاد إحياء أو يعاد التذكير أو يعاد، يعني هذه هي اللي غنقولها، واخا يمكن التعبير هذه هي الصدقة الجارية اللي احنا تنديروها ونذكروا بها الناس، وهذا الفضل كله تيعود للسي ضو. أكيد هو نوع من التوثيق أيضا لمرحلة سياسية، أكيد لا نقاش فيها. التوثيق شوف بالنسبة للناس اللي عاصروه أو عرفوه أو قرأوا عليه أو كانوا معاه أو المتحزبين، أو وين الشباب اليوم راه قليل اللي تعرف شكون محمد بوستة للأسف. بهذا الكتاب اي واحد، اي مهتم، اي شخص بغى يتعرف عليه، يعني موجز لمسيرته ولحياته ولانجازاته كامل في 400 او 500 صفحه.